علي معلول. علي معلول النهارده اجرى عمليه جراحيه ناجحه في وتر اكيلس النهارده الصبح بمعرفه احد كبار الاطباء المتخصصين. وده اللي اكده دكتور احمد جبلة طبيب الفريق الاول لكره القدم، واشار الى ان جراحه علي معلول مطمئنه للغايه وسوف يحصل على راحه لمده اسبوعين ثم يبدا التاهيل وفقا للبرنامج العلاجي. الف سلامه عليك يا علي، كلنا معاك وكلنا في ظهرك، وكل جمهور النادي الاهلي بيعشق وبيحب علي معلول ومساند لعلي معلول، وان شاء الله ترجع لنا احسن من الاول. علي معلول ليس مجرد لاعب محترف في القلعه الحمراء، ولكن تحس انه واحد من الناشئين وعاشق لتراب النادي الاهلي، وعشان كده اصبح علي معلول معشوقا للجماهير الاهلاويه. سلامات لعلي معلول صاحب قصه العطاء والانتماء للقلعه الحمراء. يا رب دايما يرجع لنا بألف ألف سلامة.